هاي جيرلز، هاي فانز، هاي everyone. النهارده هناخد مع بعض شويه خلطات، بس مش خلطات لتنعيم الشعر ولا لتطويله ولا حتى خلط البهارات. هناخد خلطات الحروف. خلطات الحروف دي بتبقى عباره عن حرفين او اكتر جنب بعض بيدوا صوت مختلف تماما. فمثلا زي ما خدنا قبل كده ان حرف ال A صوته أ، حرف ال C صوته س. طيب لو احنا حطينا حرف ال C مع ال H بيدينا صوت تش تش تش، زي chin chin chin، يعني ده check check check، يعني يعني يفحص أو يتأكد من حاجة، أو العلامة دي اسمها check. او برضو ليها معنى الشيك، الشيك بتاع الفلوس اللي بيبقى في البنك. chips 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 يعني رقائق او بطاطس، بس اللي هي بتبقى مقرمشة يعني. cheek 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 يعني خد. احب افكركم ان النطق الصحيح مهم جدا عشان ما يغيرش المعنى. فمثلا لو انا قلت الشيبس ما قلتش تشيبس، ايه اللي هيحصل؟ لو انا قلت الشيبس هتتغير معناها خالص، هتبقى بمعنى سفن، عشان شيب شيب اللي هي دي، شيب يعني سفينة، وجمعها شيبس سفن. ده بقى هيوصلنا للخلطة التانية من خلطات الحروف اللي هي ش. الاس لما بتيجي مع ال H بتعمل صوت زي حرف الشين، زي shark 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 يعني سمك القرش. ship 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 يعني سفينة. shake shake يعني يهز أو يرق. طيب خلطة ال TH بتدينا صوتين في الحقيقة. في صوت voiced، يعني صوت الصوت بتاع ال TH ده لما نحط ايدينا على زورنا كده بنحس ان في vibration، في اهتزاز، زي that 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 يعني هذا بس للحاجات البعيدة. this 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 يعني هذا للحاجات القريبة. weather 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 يعني جو. father 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 يعني أب. mother 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 يعني أم. there there يعني هناك. الصوت بقى التاني اللي هو unvoiced، يعني مفهوش vibration، مفهوش اهتزاز لما نحط ايدينا على زورنا، زي thin thin. لو حطيتوا ايديكوا على زوركوا وانتوا بتنطقوا الصوت ده مش هتلاقوا فيه اي vibration. thin thin يعني رفيع. teeth 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 يعني اسنان. with 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 يعني مع. think 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 يعني يفكر. thank 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 يعني يشكر. throw 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 يعني يرمي. دي كانت حلقة النهاردة لجزء من خلطات الحروف اللي هنكمل بقيتها ان شاء الله في اجزاء تانية في حلقات تانية. ولحد ما اشوفكم المرة الجاية اتمنى ليكم كل خير. باي.